مساء الخير. متعرف بيك؟ ماجد. اصل بسمعهم بيقولوا كده في المسلسلات، انا بيقولوا مساء الخير، انما لا، الصباح ليه رونق اخر. صباح الخير. ايه؟ صباح الخير. يا لهوي تاني. صباح الخير. بص الباور اللي خدته من صباح الخير، جرينا. صباح الخير دي يعني بتعمل معايا معجزات. يا ربنا يستر. وبالذات لما اسمعها حلوه كده، دي احلى صباح الخير سمعتها في حياتي كلها. ده حقيقي ولا هو الشعر الابيض اللي عند حضرتك من قدام ده شبه بتاع جورج كلوني كده؟ مال ده بجد ولا سبراي؟ سبراي. انا برضو احب الاهتمام بالنفس، شيء رائع يعني. انما حضرتك قلتليش اسمك ايه؟ محسن. محسن؟ محسن بس؟ محسن وعازب، محسن وخاطب، محسن ومتجوز؟ محسن ومتجوز. محسن وعازب متجوز. حضرتك متجوز؟ هو ايه الموضوع يا باشا؟ شوام في دواء كده، بس احتاج من حضرتك شعرتين من راسك، وعمل لك دواء كده اسمه فشكالين، احطه لك في كوبايه ميه تشربه كل يوم الصبح كده على الريق، هتنسى اسمك والله. خلي بالك بس، خلي بالك. وانا راضيه، انا تمام، انا كويسه. المهم بس ما تنساش كل ما تلاقيني كده ماشيه باوري قليل تقولي صباح الخير، فاقوم جايه مفرفشه. ممكن بس تاخد الشعرتين بتاعت ما حضرتك عايزها؟ وبعدين في عشان نعمل الدواء. في ايه الموضوع ده؟ مالك؟ مش لسه متفقين على الفشكالين؟ بعد اذنك يا باشا، بعد اذنك ما تمديش ايدك. اوكي محافظ، دي حاجه حلوه. وحضرتك برج ايه؟ ايه وليه وايه؟ برج الزفت. سبحان الله. ممكن تخليكي في الطريق؟ انت طبيعيه ولا انت في حاجه في دماغك؟ حضرتك عارف ان انا كمان برج الزفت؟ لا ده انت تعبانه في دماغك باين عليك. لا تعبانه في قلبي. حضرتك من ساعه ما ركبت عملت لي واو في قلبي. ممكن نخلص نشوف طريقنا بعد اذنك؟ هنخلص ان شاء الله وهنوصل لكل حاجه حلوه، ونروح نتخطب، نتزف، نلبس ذهب، نعمل كل حاجة. انت بتحلمي؟ بحلم؟ يعني وهحقق حلم؟ مغرومة ولا ايه؟ وحضرتك كده يعني شفت الأستاذة شادية وهي بتقول خطيبي حبيبي معايا؟ لا ما بشوفش شادية والله. أنا بقى أقول محسن حبيبي معايا، بشوش بيقول وياي، تبقى حاجة جامدة أوي بجد. بعدين اسم محسن ده اسم لذيذ. بعد إذنك بس، بعد وجديد. دقيقة واحدة. أنت بتسجلي صوتي عشان تسمعه؟ الله! بجد ايه الحب ده؟ يا عم حب ايه وخارج ايه؟ هو في ايه يا استاذة بعد اذنك؟ وحضرتك رميت التليفون ليه؟ تليفون ايه وزفت ايه بس؟ لا ماما انا لازم اعرفك على ماما. ماما؟ فلازم تبقى اعصابك هادية عشان ماما بتحبش العصبيين. وانا اقول لك في ايه؟ في ايه؟ انا عملت حاجة تضايقك؟ انا في ماما. الو؟ 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 ايه يا لميس؟ ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبتي شكلك مبسوطة؟ مبسوطة قوي يا ماما. انا سامعة نفس راجل. لقيته يا ماما شبه جورج كلوني يا ماما. زغرتي يا ماما. سلمي عليها انتي بسرعة وتعالي، انتوا فين؟ ماما خدي سلمي عليها ماما عشان يجي. هاتيه هاتيه اسمه ايه؟ اعزميه على الغدا ده، اسمه محسن. محسن هاتيه هاتيه. ايه يا محسن؟ الو الو السلام عليكم. ايه يا حبيبي انتوا فين؟ حبيبي في الجنينة يا حاج. في الجنينة؟ طب تعالوا يلا بقى عشان انا هحضر الغدا. طب ما تجينا انت على الجنينة يا حاج. لا 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 يلا تعالوا تعالوا، ابو لميس قاعد مستنيك يا محسن. يلا ابو لميس انا هروح افرح قلبه. باي باي. اديني بابا يا ماما. هخليه يكلمك يا روحي. باي باي. باي باي. عارف انا إيه؟ انا اتمليت احاسيس بجد من ساعه المكالمه دي، بفكر اسمي نفسي لميس احاسيس والله. انت لميس احاسيس ولا عليك لميس احاسيس بجد؟ اه والله. بس مفيش في قلبي احاسيس غير ليك. لا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده يبقى لايق عليا. انا متجوز وعندي عيال على فكره. مثنى وثلاث ورباع. ده كلام ولا زفت. زفت زفت. انا عارفه انت مش تقبل يبقى في ثلاث، عشان انا وهي كفايه اكيد يا بيبي. وهي كفايه برضه اكيد طبعا. هي تكفي. ما ماشي، وهي البحر يحب الزياده فش حاجه. انا مش بحر. فش حاجه فش حاجه.
الو يا حبيبي بابا، يا قلب بابا. انا ماما لسه مفرحانه حبيبتي. ايوه يا بابا انا جاي اهو. يا حبيبتي انا مستنيك. الله الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يبارك فيك. يلا حبيبتي ولاد عمك واقفين لك على الباب تحت مستنيينك. ونبي نزلي محمد ولا وقفوا لي في البلكونه. يلا الاثنين واقفين لك تحت. ماشي يا حبيبي، باي باي. باي باي. هو احنا رايحين فين؟ ما تخافش ما تخافش، انا هقول لبابا ان احنا بنشتري راجل مش هتجيب حاجه. انا كده كده جاهزه من مجاميع. ابويا تاجر موبيليا قد التاني. لا والله، والله انا بنزل بس اصطاد بقى اتسنى بعربيتي. تاجر مخدرات بجد؟ اه ان طموحي كله المافيا الصلعه. الله، كل احلامي كانت تتحقق في يوم واحد، شبه جورج كلوني وباد بوي. يا حلاوه يا ولاد. وانت هبله؟ اموت انا في الباد بوي. انت هبله؟ والنبي اموت في الباد بوي. انت باد بوي قوي ولا نص نص؟ انا حاسه انه قوي، مش عارفه تقريبا نص نص، بس باد بوي وخلاص. خلينا نلعب لعبه عشان انا ايه بحب الباد بويز دول. ايه ده ايه ده؟ ثانيه واحده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايوه يا سلام. والله بتعملي ايه؟ مفتاح بقى مع ماما هناك. ايه ده؟ احنا تحت البيت. ايه ده؟ احنا تحت البيت. ماما مين وبتاع ايه؟ وقت محمد. محمد 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 ورا محمد. محمد ابن عمتي جاي، خد بس. ايه الموضوع ده؟ لقد كانت دعابة. بصراحة يا جدعان، لقد كانت دعابة صغيرة. بس انا ملحقتش اقفل عليك البيت. هات بس ده كلبش بجد. خلاص خلاص، الكلبش تقيل قوي. احنا اسفين نعورتك. شكرا، ربنا يخليك. قبلت هزاري صح؟ انا اسفه. جنان يا جدعان. معلش، بص هنا قول انك مش زعلان. زعلان؟ مش زعلان. قول كل سنه طيبين. كل سنه وانتم طيبين. قول نذيع لو موافق يعني. انتاج في واو هنا عند الاستاذ محسن. نسيع. على فكره انا ما اسميش محسن، انا اسمي ماجد. طب وليه قلت لي محسن؟ ده اتعلقت بيك قوي يا محسن. اوكي شكرا يا محسن، كل سنه وانت طيب. قول نذيع. نذيع طبعا. شكرا يا محسن، كل سنه وانتم طيبين وحضرتك بخير. حضرتك لميس؟ انا. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. صباح الخير. تاني؟ صباح الخير. معلش يا فندم. صباح الخير. الله. يا استاذة مالك على الصبح، صباح الخير. مزيكا. مزيكا. هو ايه المزيكا؟ انا سامعة صباح الخير عبارة عن مزيكا. طب شكرا، ربنا يخليك، بس ممكن نشد شوية عشان انا مستعجل جدا بالله عليك. شكرا، ربنا يخليني. ربنا يخليك. يخليني لحضرتك. ربنا يخليك للدنيا كلها وللعربيه وللشركه وكل حاجه، بس نمشي عشان مستعجل. كل الناس في داهيه، يعني المهم يخليني لحد معين. مين بيصبح عليا صباح حلو قوي؟ ربنا يخليه لك ان شاء الله، ربنا يتم بخير وتتجوزوا قريب. لا لا، لسه لقيته. يعني حضرتك برج ايه؟ برج الميزان. ايه ده سبحان الله. ايه انا كمان برج الميزان. سبحان الله، والله العظيم، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن بقى نشد عشان انا والله تعبان ومستعجل. احنا متوافقين جدا. طب سبحان الله برضو، انا مستعجل. ممكن الله. نشد شويه. طب يا استاذ بعد اذنك يا استاذ لميس، يلا. مستعجل جدا. انا معلش. طب انا بس حاسه ان بواري قليل وشحني قل كده. استسمحك في واحده صباح الخير؟ انا ممكن اسجلها لك وتسمعيها على الكاست هنا على فكره. يعني انت قلت اللي انا نفسي اقوله من زمان. يعني ماشي حاضر. استسمحك بس سجل رقمك. بكسه قوي يا استاذ لميس والله. ايه بكسه دي؟ ايه دي؟ بكاسة. بكاسة جاية من الكلاحة. كلاحة؟ كلاحة. ننجز بقى عشان انا مستعجل. حلوة الكلاحة دي، كويسة يعني؟ زي القمر وعهد الله، وانا مش مصدق، بس يلا نمشي. يعني انا قلت لك قبل كده، او حد قال لك قبل كده، ان ملامحك حلوة قوي. هو انت بتهزري صح؟ اهزر ازاي؟ يعني ده نكشي ولا انت صباح الفل؟ يعني انا قاعد متكدر جنب حضرتك. استاذ صوصة. نعم؟ استاذ صوصة ما تلعبش بمشاعري اكتر من كده. وعهد الله ما لعبت في حاجة. انا عايز امشي. حضرتك بتحاول تلعب فيها. ممكن طب نشد ونتكلم براحتك وقول اللي انت عايزاه، بس نلحق نروح بقى عشان استاذ صاصة. انت معاك رخصه؟ حضرتك واخد رخصه قلبي من ساعه ما ركبت. يا الله، وحياه امك امشي عشان انا تعبان. وعاد الله معايا. بصي هخر. امشي. طب حته صباح الخير عشان أشد. صباح الخير. بص بشد ازاي؟ شفت يا صباح أمر. الخير تاني كده والله. صباح الخير. بص يلا. بص صباح الخير. هو انت تبان تاني كده ليه؟ ممكن نمشي عادي ولا يعني بص قدامك. لا، لما بتاثر بالمشاعر بعمل كده تلقائي.
طب بصي قدامك عشان ممكن نلبس ونروح 60 داهية وانا معيش بطاقة. لا انا بس بحاول اوريك ان انا شعري حلو مش كل البنات شعرها. لا بالله عليكي ما يعني ممكن تمشي عشان انا وعهد الله ما قادر يعني امشي. صوصة واسمح لي اقول لك صوصة بما ان احنا رفعنا الكلفة. رفعنا الكلفة؟ يعني براحتك قولي اللي انت عايزاه بس نوصل. حضرتك يعني عايزنا ننزلها طيب ولا ايه؟ نزلي اللي انت عايزاه يا ست الكل عايزين نمشي بقى ما تخليش بقى تخلى عليك. لا لا مش وقت ومش دلوقتي بس يعني معلش مش قادره. قولي صباح الخير كده. صباح الخير وحياة امك امشي. طب ما تجرب تقولي مساء الخير ممكن احبها اكتر. صباح الخير ومساء النبص وجود النخت وكل حاجه بكل اللغات يلا يعني مش يعني ايه مش ايه انت كمان مترجم مش مترجم؟ لا والله انا اشتغلت مترجم على والله بس انجليزي بقى مركز انت لغات؟ انت لغات؟ لا مش لغات انا سياحه وفنادق. بتفك الخط يعني؟ الله يبارك لك. اه سياحه وفنادق. يعني حضرتك بتعرف تعمل عصاير وكده؟ اه بعرف اعمل عصاير وكده. خير يا رب. الو يا روحي صوتك مبسوط قوي. لقيته يا ماما لقيته. مبروك يا قلبي مبروك. اسمراني يا ماما كده. الله الله صباح الخير دوبتني يا بنت. انا بحب السمر قوي. جدعه جدعه زي امك. ايوه يا ماما زغرتي يا ماما. مبروك علينا يا حبيبتي هاتي عشان ياكل من ايد امك احلى محشي. وبطي يا ماما. عينيا يا روحي. ذكر ذكر كده ذكر بط. بصي يا روحي كل اللي انت عايزاه وحمام كمان اديهولي. خد... اديهولي كلم ماما. كلم ماما مين؟ ماما. هو يا جماعه انتوا ليه عشا مسيقكم كده؟ ازيك يا اهلا ازي حضرتك يا طنط عامله ايه؟ لا 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 قول لي يا ماما خلاص. ماما يا فندم ازيك يا ماما وكل حاجه بس يعني انا في حاجه حضرتك انا مش فاهمها بس انا معايا عشان تاكل محشي. يا جماعه انتوا بتهزروا صح؟ يعني ده دي في ايه طيب؟ بنهزر؟ هزار ايه يا حبيبي؟ انا عامله كده دلوقتي محضر المحشي اصلا. محشي يا جماعه هو بجد ايه العشب اللي بتسيبه ده؟ ماما هو انت ليه حضرتك معامله ان انا بنمسك امك كده؟ الله يبارك لك مش طالبه قطع على الصبح. امشي بقى شويه بقى. ماما هو بس متعصب شويه ما بيحبش يتكلم في التليفون. هديه. قفلت في وشي اكيد زعلت منك بس انا هرضيها. امك زعلت مني انا؟ ايوه. ليه ان شاء الله عملت ايه انا؟ مش انت هتبقى جوز بنتها؟ جوز بنت. بقول لك ايه يا ستي لميس انت وما بقول لك ايه بعد اذنك تتحركي وانجزي كده عشان مش طالبه قطر على المسا. مصطفى انا مش قادره اخبي عليك انا احاسيسي كلها اتحركت تجاهك. بفكر اسمي نفسي لميس احاسيس من كتر ما انا حبيتك. وحياه امك. وحياتك انت. بقولك ايه الله يبارك لك انا خلاص مش هحلف غير بحياتك. طب يعني اي حد عايز مني حاجه غاليه اقول له وحياة صوصه. ما تنزلينا على جنب احسن عشان ننجز المشوار المقرف ده عشان اتخنقت. مشوار مقرف؟ اه مقرف. اتخنقت صح. يلا نروح ناكل محشي وبط. يا ست انت محشي وبط ايه بالله بقى. خلي بالك بس من الطريقه الله يبارك لك بقى. خلي بالي من الطريقه. انت عارفه انت ماشيه ازاي اصلا ولا انت هتتولينا ولا جيتك القرف؟ مش قادره تترفع من عليك يا صوصه. يا ست الكل الله يبارك لي يخرب بيت ام التليفون. الو يا حبيبي بابا. يا روح قلبي يا بابا قول لي مبروك يا بابا. اه يا حبيبتي مبروك يا حبيبتي. قول لي مبروك تاني يا بابا. مبروك يا حبيبتي احنا قاعدين مستنيينك اهو. خلاص جهزتوا بس الاكل؟ اه يا حبيبتي. بابا مش عايزك تتكي عليه في الاتفاق. هم مستنيينكوا تحت بس يلا بقى بسرعه احنا مستنيين. مش عايزك تتكي عليه في الاتفاق يا حبيبي عشان ايه احنا بنشتري. تتكي على مين يا مدام؟ لا يا حبيبي يلا يا اسطى خليه يا ابني مستنيكوا اهو بسرعه بس. حبيبي يا بابا ماشي انا جاي على طول. باي باي. جامده جدا وخايف صاروخ. صوصة. نعم. انا عايزك توعدني وعد. اتفضلي. ممكن بعد ما نتجوز نروح نصيف في الساحل. هو مين ده اللي بقول لك ايه بطلي هطل بقى على المسا بقى اللي الزرايه دي عشان ما تخليش عليكي واكسعبك بقى. طب بقول لك ايه؟ ايوه. خلاص الساحل مضايقك؟ اه مساحل ايه بقى الله يبارك لك بقى توصلي بقى ست اسمك ايه انت على المسا؟ شرم غاليه عليك وانا مش عايزه احملك تكاليف. انت ليه بترسمي الدنيا والحياه كده وايه البكاسه اللي انتوا فيها ده انتوا عيله واطيه قوي. خلاص 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 بلطي ماشي. بقول لك ايه الله يبارك لك بقى تشوفي مشوارك عشان ما تخلاش عليكي. بيبي انا مش داخله على طمع. بقول لك ولا طمع عينيا عشان لو مسكت ضربتك دلوقتي الناس هتتلم علينا في الشارع. مش طالبه ديك ام عبط هي. هتمد ايدك عليا؟ وعهد الله كاسعابك انت وابوك وامك الناس الهطله اللي في البيت دي. الله حمش كمان يا بابا. عيله واطيه بابا بتمين الله يحرقك انت وابوكي. قال يا بنتي عامله ايه؟ بدك القرف مش عارف شايفينك ازاي شغاله في الشغلانه المقرفه دي اصلا. انا مش هقول لبابا. انا هنزل اديكي شكوى في البرنامج الخرا ده. تديني شكوى تشكي مراتك؟ مرات مين يا وليه؟ ما تهمدي يا وليه. همادي كده ببطي وليه. انت كده وبايره ازاي؟ امال انا اعمل ايه؟ ده انا مش طايق نفسي اصلا من اللي انت بتقوله لي دلوقتي. ده انت قمر. قمر مين يخرب بيت امك؟ ده انت وليه نحس. قمر ايه يا ست اسكتي بقى الله بقول لك ايه. الله يبارك لك جادد اسكتي بقى. مش شويه بس مش شويه يلا الله يبارك لك يلا بقى. انت بتكلكس ده عشان فرحنا بيه. فرح مين يا وليه؟ انت اي حاجه لاشقه فيها اي لحمه. ده انتوا عيله واطيه بجد كلاسي بقى. لا دي مش اي لحمه دي لحمه سوداني. بص انت اوعي بس ايدك كده الله يبارك لك من بعيد عشان انا تعبان والله. امشي بقى. صوصه يا معلم. ابو ام صوصه. خلاص خلاص انا حاسه ان انت متضايق.
يعني المفروض نعمل ايه؟ ما طالما متضايق هتعمل ايه؟ نشرب ليمون عند ماما. ليمون مين؟ انا عايز اوصل بالله عليك انجزي بقى عشان متاخر على الشغل. احنا خلاص يا حبيبي وصلنا. يا ست حبيبك بقى حمد دي بقى بنت وابوك وامك، ده انتوا عيله واطيه كلكم، انت ما تجيش اخ يلمك جتك القرف. بس انت بتفرمي كده ليه؟ ولا محمد؟ محمد مين؟ ولا محمد؟ محمد مين يا بنت الصوت؟ انزل انزل قفشه. محمد مين يا عيله وسخه؟ خد ولا ايه؟ بتهروا يا جماعه الصحه والقرا ده يا جدعان. القرف ده بتضحك على ايه؟ الله حرقك بتهزروا يا جدعان. انا قلت برضه انت قضيت على كل حاجه واحد الناس بتقوله. انت جميل جميل. خد بس احنا بنهزر بنهزر، احنا اسفين. ازاي انت بس الله يبارك لك شو متاخرين على الله حرقتك. شكرا والله انا مش عارفه اشكرك ولا اتاسف لك. اسفيني ايه؟ وصباح الخير. انا اسفه انا اسفه انا اسفه. احنا بنهزر معاك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وسلامه. شكرا ان انت قبلت هزاري. بص هنا قول كل سنه وانت طيبين. كل سنه طيبين يا جماعه والله. وقف مع ام محمد وابو محمد والعيال الوطنيه. قول انك مش زعلان مني. مش زعلان من هزعل من حد يزعل من الصاروخ ايام القمر. بص هنا تاني قول موافق نذيع. موافق نذيع. روح قلبي. شكرا. ها هو ده ترى بتتت. ايوه صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. ازيك عامله ايه؟ صباح النور. عامله ايه؟ ايه ده؟ انا سمعت كلمتين جامدين قوي. هيكون صباح الخير؟ صباح الخير. هيكون صباح النور؟ صباح النور. يا لهوي. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ارمي العطا على مين؟ ده احلى صباح والله. انا يعني مبسوط قوي ان انا ركبت معاك والله. والله الانبساط والانشكاح ليا انا. انتوا توأم؟ اه توأم. ما شاء الله ما شاء الله. حلو ده. انا كان نفسي اخلف توأم. اسم حضرتك ايه بقى؟ انا لميس. عايشة اسامي يا لميس. انت ايه؟ انت منين يا لميس كده؟ انا منين؟ اه من هنا. من هنا؟ بس ممكن اديك معلومات اكتر عني؟ اه يا ريت والله. نفسي تديني معلومات عني اكتر. في مقابل طلب واحد. تمام اطلبي تأمريني. عايزه فويس نوت بكلمه صباح النور اللي حضرتك قلتها لي دي. تمام تحت امرك ابعتها لك حالا. بس اديني رقم بس موبايلك. اكتبي لي بس رقم موبايلك كده. هظهر لك في الابلكيشن. ممكن تسيبه وتبعتها لي على الواتساب؟ تمام اسجله حالا دلوقتي. بجد؟ اه طبعا. ده انا سعيد جدا. والنبي والله ده انا احسن بنت قابلتها في حياتي. انت هو حضرتك برج ايه؟ ايه انا برج الجدي. اه يا لهوي يا لهوي. يوم ما تحدف تحدف عليا باتنين. الحمد وشكر ليك يا رب. والنبي انا طب انا طب انا سجلت دلوقتي رقمك معايا لميس. ايه انا اتواصل بقى مع بعض ازاي والكلام ده؟ انت دلوقتي إيه؟ افرض اخوك بقى بيغير عليا. ما انا مش عارفه بقى انا هختار مين فيكم. ماشي انت اللي يعجبك فينا بختار. ايه بقى يا لميس؟ لا 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 انا عايز العب معاكوا لعبه. ماشي اتفضلي. ماشي ممكن العب معاكوا لعبه؟ اتفضلي. اسمحك بس ايه بس هنقف. اتفضلي ثانيه واحده. ساعه معاكوا لعبه صغيره. ممكن تمد ايدك تعمل كده؟ لا دي تمام. ممكن تمد ايدك انت دي تعمل كده ونعمل كده احنا الثلاثه. قرب بس ايدك دي. هنلعب لعبه عشان ايه؟ نرتبط ببعض اكتر. تمام. محدش هيزعل مني. تمام. لا ما حدش يزعل منك خالص. اللي يشوفك يزعل منك. دي لعبه. تمام ثانيه واحده. ماشي ثانيه واحده. انا هرد على التليفون حالا. ماشي. بتعملي ايه انت؟ بنلعب لعبه. ايه دي لعبه؟ بتحطي الكلبشات في أيوة دي لعبه. انت عايزه تسجنينا ولا ايه يا لميس؟ لا لا دي لعبه. مش احنا متفقين ان احنا مش هنتجوز؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الو ايه يا حبيبتي؟ بابا انت تعبانه في دماغك ولا ايه؟ انا الصراحه مش داخل عليا قصه ان هما الاثنين جايين يتجوزوا. اللي انت عامله ده الاثنين والمفتاح معاكوا بقى. يعني اللي انت عامله ده انت مجنونه ولا ايه؟ انت باين عليكي تعبانه في دماغك. باين عليكي. تعالي لي يا حبيبتي نتفق بقى على كل التفاصيل. انت تعبانه في دماغك ولا ايه؟ بابا انا استلم حمد ابن عمتي استنه تحت عشان انا مش كل يوم هلاقي اثنين لقط. انا بقول لك على حاجه. هو في حاجه مثلا؟ بقول لك انت قدام لك انت تعبانه في دماغك ولا ايه؟ وانت رجعتي في كلامك. هو شغل عيال بسرعه بقى ما تتاخروش بقى. حاضر يا بابي. هو ايه شغل العيال ده؟ يلا بسرعه يا حبيبتي. بقى في ايه بالظبط؟ يعني انا عايز افهم. يعني انت تعبانه. انت مش كنت جاي تتغدى معانا؟ انت مريضه نفسيه ولا ايه؟ انت مريضه نفسيه؟ انت اتجننتي في دماغك ولا ايه؟ مش انا متفق ان انا اروح اقدم لك النهارده. ايه شغل العيال ده؟ ما احنا كده كده رايحين. ولا عايز اعرفك ولا عايز اشوف. ده كان يوم اسود يا ماما. شوف انا اجيب ليمون. لا انا اجيب كمون. والله ده كان يوم اسود. يوم اسود يا ماما. شفتك والله العظيم. انت بتفع يا حبيبي. يوم منلبس التنين النهارده. بص عليك يوم اسود. مش هينفع والله العظيم. دي انا كنت بفكر اختارك على فكره. انت اوحش واحده في حياتي انا شفتها. انا بقول لك الجميله دي. انت زي الزفت. مش من قلبك. زي الزفت وزي النيل. والله زي الزفت وزي النيل. والله العظيم. والله العظيم. ولا عايز اعرفك تاني. وقفي دلوقتي بقى. مش هقف. انا هقف يعني ايه؟ تفتحي الباب. افتحي الباب. مش عارف ايه ده. خد خد هتفتح الباب. تعالى خد تعالى افهمك. يلا يلا شو
ولا ولا خد تعالى هنا اللي هو فلق يوم فلق. كل سنه طيبين. قولوا ان انتوا مش زعلانين. لا مش زعلانين. قولوا موافقين يا زيا. لا موافقين.